خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن شاطئ قادرون من المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه دمياط الجديده. صباح الخير على حضرتك واهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير استاذ جمانة، صباح الخير الساده المشاهدين جميعا، صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير يا استاذ. يعني في البدايه لو توضح لنا اكتر، تعرفنا تفاصيل اكتر عن شاطئ قادرون، ايه المميزات المخصصه فيه لذوي القدرات الخاصه، التصميم اللي تم مراعاته في تنفيذه، ايه اللي فيه مختلف عن اي شاطئ اخر، التاهيل كان شكله ايه؟ بدايه مع اهتمام فخامه السيد رئيس الجمهوريه بابنائنا من ذوي الهمم ومع علاقه المنطقه الجديده اللي بتتميز بالشاطئ طوله 9 كيلو متر على بحر الابيض المتوسط، رفعنا في ظل توجيهات معالي وزير الاسكان ان المدن الجديده تسخر كل خدماتها لابنائنا من ذوي الهمم. جت الفكره اننا كمدينه ساحليه نعمل فكره شاطئ لابنائنا من ذوي الهمم، الا اني مع حلمنا ان 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 يكون صرح كبير لابنائنا من ذوي الهمم، ما يكونش حاجه موسميه. قررنا اننا نعمل فكره كبيره وهي اننا نحول الشاطئ لنادي شاطئي متكامل الخدمات علشان نقدر نعمل فكره جديده، فكره متطوره تقدر تخدم ابنائنا من ذوي الهمم. الشاطئ ده الميزه اللي فيه او النادي الشاطئي ان انا مش بشتغل على حاجه موسميه، انا بشتغل على حاجه دائمه طول فتره السنه. النادي تم مراعاه تصميمه بالكامل باستعانه باحدى الجامعات المصريه علشان خاطر نقدر نوفر المواصفات الفنيه المطلوبه لابنائنا من ذوي الهمم في حركتهم في دخولهم في ممراتهم، بدايه من توفير مباني كامله مبنى متكامل بخدمات طبيه ورعايه واداره، حتى دورات المياه تم تنفيذها باجهزه انذار وباجهزه يستطيع ابنائنا من ذوي الهمم ممارسه حياتهم بشكل طبيعي، توفير مطاعم وكافيتيريا، توفير حمام الشباب بمواصفات قياسيه تم تنسيقها مع مجلس متحدي الاعاقه التابع لمجلس الوزراء علشان خاطر نقدر نعمل اختبارات عليه ونقدر نطمن ان ابنائنا من ذوي الهمم يقدر يستمتعوا بحمام السباحه بشكل مارين ما فيهوش اي ضغوط. تم تنفيذ باشمهندس محمد يعني جميل ان احنا نعمل الشاطئ ده يكون مستمر طوال ايام العام، مش فكره موسم الصيف او الثلاث شهور بتوع الصيف وانتهى الامر على ذلك، لا، من حق اخواتنا ذوي الهمم اللي هم يستمتعوا بالشاطئ طوال ايام العام، لان انا واحد من الناس مثلا بحب اسكندريه في الشتاء، وكذلك الامر يعني في اعتقد دمياط الجديده الموضوع مختلف تماما والشاطئ مميز، لكن عاوز اعرف من حضرتك بالنسبه لرسوم بقى الدخول. لا، رسوم الدخول بالمجان لجميع ابنائنا من ذوي الهمم، احنا هنا نفذناه بكل حب وكل مشاركه مجتمعيه وبكل دعم من كافه الجهات التنفيذيه في الدوله علشان خاطر يكون ليهم بالمجان. احنا يعني كانت رغبتنا من البدايه اننا نعمل لهم حاجه مميزه، نقول لهم ان انتم كيان موجود كبير، من حقكم علينا ان احنا نعمل حاجه مميزه ليكم وتكون منحه من الدوله ليكم، احنا مش هدفنا الربحيه فيه، بالعكس يمكن احنا كل قلناه ان الخدمات الداخليه اللي موجوده في المطعم والكافيتيريا لو هو محتاج حاجه منها هي دي هتبقى برسوم ورسوم مدعمه، لكن ما دون ذلك كل حاجه بالمجان، كل استمتاع بالشاطئ بالمجان. طبعا يعني الحقيقه فكره عظيمه، ويعني انا حتى يمكن بقى يعني اتمنى بقى كمان في المستقبل ان شاء الله انه حتى الشواطئ يقدر يستمتع بيها الكل، ويبقى في حتى هذه الشواطئ تبقى مجهزه ومؤهله انه ذوي الهمم يقدروا يستخدموها عادي ضمن باقي الناس. على اي حال بشكر حضرتك جزيل الشكر المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينه دمياط الجديده، بنشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات.